السلام عليكم خوتي، كيف نتوما؟ بخير، لاباس عليكم؟ هانيه، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم والف مرحبا. اليوم ان شاء الله يا ربي جيت نشارك معكم. انا جيت نقشوا الجلبانه ونحيدوا منا الربيع، وباش الى رحمنا سيد ربي. نتمنى الله تعالى وتبارك يرحمنا. بحال راه وقفات على الشتا في صراحه الله، والحرارة عرفتوا الحرارة بزاف، والله العظيم إلا الحرارة. اضطريت أنني نجيب الشاشية، الحرارة بزاف. كيما شفتوا جبت النعجة تا هي درعة مسكينة، وغادي نقشو شوية نحيدو منا الربيع. ويلا بقاو معايا حتى لنهاية الفيديو. نتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنساوش من اللايكات ومن الاشتراك. يلا بقاو معايا حتى لنهاية الفيديو. دابا خوتي غادي نبداو نقشو الجلبانة ديالنا. كيما شفتوا تبارك الله، ويا مسكينه كاع نورات، ولكن الله سبحانه وتعالى خصنا شرايه الشتا، الوقفه ديال بصح. يا ربي يا ربي ارحمنا برحمته يا ربي. امر الله تعالى وتبارك مع بنادنا ديالنا. دابا نحيدوا لبعد الربيع ياك، والكمال على الله تعالى وتبارك. حيد الشتا، الا جات الشتا الا رحمنا سيدي ربي تكون منقيه. بسم الله. حموق طنب الحموق قداش ولا خوتي؟ خليكم معايا، انا غادي نقاش الجلبانه ديالنا، وخليكم معايا تستمتعوا حتى نتوما وتشوفوا عاوتاني. نشارك معاكم الاجواء ديالنا في الباديه وشنو كنعملوا. ايوا ها نتوما معايا وانا معاكم. كانت مسكينه دابا راه تقريبا توجد، ولكن من في الروه ما كايناش. الحراره بقول عيشها بسمان يلا يحفظ الحراره. ايوا المهم اخوتي، حنا نعملوا اللي علينا والكمال على سيدي ربي. ننقشوها ونحيدوا منا الربيع والكمال على الله تعالى وتبارك. ما هي الله يحفظ، الوقفه صعيبه صعيبه. نطلبوا ربي يرحمنا من عندك في رحمه يا ربي الكريم. انا قطعت واحد العجلوجه نجلس نقيها وناكلوها. وجاني العطش نجلس نشرب شويه. الحمد لله حراره يا ربي، السلامه شهر 8 يا ربي. بسم الله.
الله. هذا خوتي العشلوج تنقولوا له حنايا الزرنيج، تبارك الله والده ولاده بنات وليدات. بحال هذا الوقت هذا كيكون كيكون الشتا تبارك الله موجود، كيكون الجرنيج العشلوج والسليلي والقرنينه، كيكون تبارك الله الربيع الخير موجود. دابا الحق كاينه سليلي ولكن باقي صغيره، باقي ما راهش المطر ما كايناش. الشفيره ديك النهار تقربت ديك قلت لها نبقى لهنايا ورميتها هنايا، سميتها بقى هنايا مسكينه تسنان. حنا في الباديه خوتي كناكلو الربيع بزاف، فيه الحديد وفيه الفيتامينات وفيه كل شيء، ناكلو العشلوج ناكلو سليلي ناكلو القرنينه. انتما خوتي شتو كنلقى الشرطه حلو غزال، كون ضروري داكلو العشلوج. مزيانة فيه الحديد وفيه فيتامينات فيه كلشي. هي معامرة هاد الجبانة، ما عندها فك ما عندها فك ما عندها فك. طلع جعر جعر ربيع بلا جبان، جبان جات ضعيفة على العرش هنا وعرش راقة. الحق هادي لا تستخدمي سيدة دابا كاملة هادي مزيان، خصك تحيد لها الربيع، الربيع هو اللي كيخلي لي كيردع ما كيخليها شي تقوى. المهم اخوتي حنا شاركت معكم نقش ديال الجلبانة الخليع ديال الربيع، ودابا هاد الربيع غادي نجمعو كامل حتى هو ونديوه للحمار باش ياكلو مع النعجة. العرشات اللي كيتناقشوا اللي بغيت نقاو ليه يبانوا. ايوا خوتي دابا الله يجعل البركه نهودو نهزو لها الحمار نشوف حنا. ايوا نهار اخر كل نهار نجي نعملو نعملو شويه ونشوف حنا.
غنطلع نجيب ديك اللي باقي شويه باش نعملو في العجينه الاخرى. غادي نعملو الصريمه الحمه ديالنا ونشوف بحالنا. شويه شا ها جبتو شي كامل ديك الربيع بركه عليه هذا راه يعشيه. امشي عاوتاني نعمل هذيك الكمامه، عملنا الكمامه ضروري باش ما تاكلش زراد الناس. الناس علاش جيت علاش خوينا مزيان يا خويا. يلا سير يلا زيد يلا يلا زيد المهم اخوتي راه شاركت معكم هذه العشيه هذه اللي جيت نقشت فيها ونقينا شويه الجلبانه حيدنا منها الربيع. الله وعسى الله تعالى وتبارك نطلب ربي يغيثنا بشي مطر. وشاركت معكم هاد العشيه هذه، نتمنى يعجبكم الفيديو. نتلاقاو فيديو اخر. يلا السلام عليكم.